نتابع مع حضراتكم دلوقتي اخبار النادي الاهلي زي ما احنا متعودين والفرق اكيد المختلفه. معانا روزان نصر من مقر النادي الاهلي بالجزيره. روزان صباح الخير عليكي، بصبح عليكي اكيد انا وكريم وسامعينك، اتفضلي. صباح الخير يا نهوان، صباح الخير يا كريم، صباح الخير على كل مشاهدينا مشاهدين قناة النادي الأهلي في كل مكان. يوم جديد من داخل مقر النادي الأهلي فرع الجزيرة، هكون طبعا متواجدة مع حضراتكم علشان أنقل لكم كل الأخبار المتعلقة بكرة القدم وكمان الألعاب الأخرى. هنبدأ بخبر رجال طائرة الأهلي يفوز على الطيران. تغلب الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي على فريق الطيران في اللقاء الذي جمع بالفريقين أمس السبت ضمن منافسات بطولة الدوري، وأقيمت المباراة على صالة الدكتور حسن مصطفى وشهدت أداء قوي جدا من الفريق والذي نجح في إنهاء اللقاء لصالحه بنتيجة 3 أشواط نظيفة. وأشاد الجهاز الفني بالأداء المميز والروح القتالية من جانب اللاعبين والإصرار على تحقيق الفوز خلال اللقاء. كمان رجال السلة بيفوز على الجزيرة ويتصدر دوري السوبر. تمكن فريق كرة السلة في النادي الأهلي تحقيق فوز سهل على الجزيرة بنتيجة 80-67 في مباراة اتلعبت مساء الجمعة في دوري السوبر بملعب الأمير عبدالله فيصل، مع أنه الحقيقة كان فيه غيابات كتير، يعني أبرزها إيهاب أمين وعمر طارق محمد أبو النصر وأحمد مهيب وعبدالله ناصر، ولكن سيطر الأهلي على اللقاء من البداية لينتهي الشوط الأول بتفوق النادي الأهلي 39-23 وانتهاء اللقاء كامل بفوز الأهلي على الجزيرة في دوري السوبر. سيدات يد الأهلي يفوز على الشمس في الدوري. الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي فاز على نظيره فريق الشمس بنتيجة 22-20 في اللقاء الذي طبعا جمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري، وأقيمت المباراة على صالة الشمس وقدم الأهلي عرض قوي بفضل طبعا تعليمات الجهاز الفني بقيادة محمد عادل. كمان فريق سيدات الأهلي قد فاز في المباراة الماضية أمام فريق الزمالك بنتيجة 33-21 ضمن منافسات بطولة الدوري. وأخيرا سيدات سلة الأهلي بيفوز على الاتحاد في بطولة الدوري. الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي فاز على فريق الاتحاد بنتيجة 88-67 في المباراة اللي جمعت الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري، يعني وأقيمت المباراة على صالة الشهداء بمقر النادي هنا بالجزيرة، وقدم الفريق عرض قوي جدا تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة طارق خيري. وكمان يعني فريق سيدات السلة الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز في المباراة السابقة على فريق الطيران بنتيجة 85-42 ضمن منافسات بطولة الدوري. دي كانت أبرز وأهم الأخبار هنا من النادي الأهلي فرع الجزيرة، بشكركم وعودة ليكم مرة تانية. تغطية رائعة كالعادة يا روزان، نشكرك عليها، شكرا ليكي.